بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مستمعي الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيي الجزائر في هذه الأيام المباركة من شهر ديسمبر الذكرى 60 المخلدة لمظاهرات 11 من ديسمبر 1960. هذه المظاهرات التي تعد من بين المحطات الحاسمة في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة، من حيث الصدى الواسع الذي لاقته داخل الوطن وخارجه، مؤكدة على ارتباط الشعب الجزائري بثورته وانضوائه تحت قيادة جبهة التحرير الوطني، لا لشيء إلا من أجل غاية واحدة موحدة هي الحرية والاستقلال. نعود في البداية إلى جذور مظاهرات 11 من ديسمبر، والتي تعود حسب الدراسات التاريخية إلى شهر يناير من نفس السنة، والتي خرج فيها أنصار اليمين الفرنسي المتشدد إلى الشارع للدفاع عن أطروحة الجزائر الفرنسية، وهذا بسبب أن الجنرال ديغول كان يخوض حملة لإقناع الرأي العام في الجزائر بأطروحة أن الجزائر جزائرية، وهي مناورة سياسية جديدة لهذا الداهية الفرنسي لضرب الثورة الجزائرية وعزلها عن الشعب الجزائري في إطار ما يسمى بمشاريع الفرنسية لضرب الثورة، حيث بدأت هذه المظاهرات في العاصمة يوم 10 من ديسمبر بعد أن شن المعمرون إضرابا عاما يوم 9 من ديسمبر شارك فيه التجار والموظفون. وتؤكد الدراسات التاريخية أن عددا من عناصر اليمين الفرنسي والمعمرين الأوروبيين كانوا مسلحين، ما أدى إلى مقتل 14 ضحيا في مواجهات بين الطرفين استمرت لأسبوع وجرت بمحيط جامعة الجزائر. تلك المظاهرات التي شكلت قطيعة حقيقية بين المعمرين الأوروبيين في الجزائر والحكومة الفرنسية في باريس بسبب تمسك المعمرين بأطروحة الجزائر الفرنسية. أما المظاهرات عين تيموشنت بدأت يوم الجمعة 9 من ديسمبر 1960 بعد وصول شارل دي غول إلى مطار زلاتا على متن طائرة كرافيل، مرفوقا بكبار الضباط الساميين للجيش وبعض وزراء الحكومة، على رأسهم السيد جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية، والعميد إيلي رئيس أركان الجيش الفرنسي، وهي الزيارة الثامنة من نوعها إلى الجزائر. للتذكير، فقضية الجزائرية كانت حيز الدراسة من طرف مجلس الأمم المتحدة منذ 5 ديسمبر من سنة 1960. بعد ذلك انتقل الرئيس شارل دي غول إلى مدينة عين تيموشنت بعد أن قام بجولة استطلاعية في المدينة عبر طائرة الهليكوبتر التي أهبطت بمدرج بمدينة عين تيموشنت قرب دوار مولاي مصطفى على الساعة 11:46 دقيقة. بعد ذلك توجه الوفد إلى مقر بلدية عين تيموشنت، حيث ألقى دي غول خطابا أمام الهيئات المنتخبة تحت الأمطار، حيث كان يظهر بجانب دي غول إرمو أوراسيو رئيس البلدية الليبرالي أنذاك، حيث كان يتضمن البرنامج إلقاء كلمة في ساحة المدينة. بغتة الجنرال دي غول يقرر اختصار جولته ثم يتوجه إلى مصافحة الجماهير في وقت كانت الجماهير الأوروبية والمسلمة تتدافع، وقد أحاط بالموكب الرئاسي الحرس الشخصي الذين وجدوا صعوبات بالغة في أداء مهامهم في وقت كانت فيه ساحة البلدية تعج بالمزارعين الجزائريين الذين تم إحضارهم بالقوة ينتظرون منذ مدة طويلة
في ظل أجواء ممطرة، والمكتب الثاني أو المسؤول عن تعبئة الحشود العربية بالقوة، واللافتات في كل مكان تحمل شعارات الجزائر فرنسية والجزائر جزائرية. في طليعة صفوف المحاربون القدامى كانوا يرتدون الميداليات وأعلام الحرب في وسط الأوروبيين، وفي الخلف رجال الأمن بالزي المدني والقوات الخاصة يحاولون السيطرة على حشود الأقدام السوداء الذين رفعوا شعارات مناهضة لديبول. بهذا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة وأن كلمة ديبول كانت ترفع عن طريق مكبرات الصوت، هذا الشيء الذي ما كان ليرضي الفرنسيين الموجودين في الساحة المحادية لمقر البلدية، والذين بدأوا يصرخون ويشتمون ديبول وسياسته المنتهجة. لم يفوت التموشنتيون الذين كانوا أيضا متواجدين في الساحة الفرصة للتعبير عن مشاعرهم، وبكل شدة لحقهم في الحرية والاستقلال. وفي هذه اللحظة ولأول مرة يرفع العلم الوطني بمدينة عين تموشن، وشعارات مثل الجزائر جزائرية والجزائر مسلمة. تلت ذلك مناوشات عنيفة بين الطرفين، ثم اعتقالات بالجملة. تخرج الأمور عن السيطرة واندلاع مشاحنات بين الجزائريين والفرنسيين، وأمام هذه الفوضى العارمة ديغول وبمشورة من مسؤولي الأمن يلغي كلمته قبل أن يغادر بركوب سيارته الرئاسية الدياس بالاس، ليتوجه فيما بعد لمصافحة بعض المسلمين الجزائريين المتجمعين بالقرب من مقهى بوتليليس. يغادر ديغول عائدا فيما بعد إلى تلمسان، وبعد الظهر يلقي خطابا بساحة سيدي بومدين، ليتجه إلى مقر البلدية، وبقاعة الاجتماعات يلقي خطابا يتحدث فيه عن الجزائر الجزائرية تحت إشراف من فرنسا. بالمقابل الأفلان يدعو إلى تجنب الرضوخ لاستفزازات الفرنسيين والاحتجاج سلميا. ترفرف الأعلام الوطنية على شرفات المنازل التي يسكنها الجزائريون بمدينة تلمسان، وعلى إثرها تقوم فرنسا بحملة اعتقالات واسعة، وتعم المظاهرات مختلف ولايات الوطن، والشعارات المرفوعة تدوي الجزائر حرة مستقلة، أطلقوا سراح المساجين، وغيرها من الشعارات الوطنية التي دوت في أعالي سماء الجزائر. نستعرض فيما يلي كلمات لبعض مجاهدي المنطقة، منطقة عين تموشنت أو مدينة عين تموشنت. نبدأ بكلمات المجاهد بن عبد السلام محمد، وهو رئيس جمعية 9 ديسمبر 1960، حيث أكد أن مظاهرات ديسمبر صخرة حطمت أحلام فرنسا، وهو أحد شهود عيان تلك المظاهرات، حيث ذكر أن عين تموشنت تركت بصمتها في تاريخ الثورة المجيدة بمشاركة جميع أبنائها في الأحداث التي كانت بمثابة الصخرة التي حطمت أطماع ديغول، حيث تحدث عن بشاعة الممارسات الاستعمارية ووحشيتها التي كان هدفها إجهاض الثورة. يضيف بن عبد السلام أن حياة ديغول كانت مهددة بعين تموشن، كونه لم يتمكن من إلقاء كلمته التي كانت مبرمجة بساحة البلدية، واكتفى بالقول أني فهمتكم، وهو ما أجبره على التوجه بعدها إلى تلمسان، مؤكدا أن عين تموشن وعلى غرار باقي ولاية الوطن شهدت العديد من المظاهرات المناهضة للاستعمار، على غرار مظاهرات 9 ديسمبر وقبلها سنوات 1952 1953 و1957، حيث أبرز الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين
بعين تيموشنت، والمجاهد هو ريبوعكا، بأن زيارة ديغول لعين تيموشنت جاءت لتهدئة المعمرين، غير أن جموع الجزائريين هتفت بالجزائر الجزائرية حرة مستقلة، وذلك ما شكل صخرة تحطمت عليها أحلام ومناورات ديغول في جعل الجزائر فرنسية. ويذكر ذات المتحدث بأن المظاهرات التي شهدتها عين تيموشنت قام خلالها التيموشنتيون وهتفوا بحياة الجزائر والحكومة المؤقتة الجزائرية، وتم رفع الراية الوطنية ولافتات تطالب باستقلال الجزائر. لتبقى ذكرى مظاهرات ديسمبر 1960 والتي امتدت إلى جميع ربوع الوطني، تبقى شعلتها التي انطلقت من مدينة عين تيموشنت نورا يضيء تاريخ هذه المنطقة الثورية. لم يبقى لي إلا أن أتمنى المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وأن تعيش بلادنا الجزائر حرة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.